فارس تاعنا محترم واحترم كل متنفسين وكل كافة الناس في الساحة الوطنية، فلابد أن ننزلق في الجدل اللي ما يخدمش البلاد، ما يخدمش الرجل، وما يخدمناش في آخر المطاف، لأن تربيتنا ما تسمحلناش والخلق تاعنا ما يسمحلناش باش كما يقولوا بالعامة نهبط المستوى. فلابد أن نبين لكافة الجزائرية والجزائريين أن ممثلين نتاع المترشح تاعنا ممثلين في المستوى المطلوب من جانب الأخلاقي، من جانب السياسي، من جانب الفعالي، ومن جانب النتيجة. الأمر واضح، فعلينا أن نقود هذه الحملة بكل صدق وحماس وبإخلاق واحترام لقوانين الدولة الجزائرية. احنا ما نخرج تماما من قوانين الدولة الجزائرية، لأن منذ تولي الرئاسة بداية لما الجزائر كانت مريضة ومريضة ممكن كانت راح تنهار نهائيا، جاء وقاد المسيرة تاعو بفناء وأخلاق عالية، فلابد أن نمشي في نفس المسار. وأنا نقول لكم إحنا متفائلين كل خير، متفائلين كل خير في وجوهكم، النية أن نعرفكم ممثلين في المستوى المطلوب، وعلى بالي راح تبذلوا كل المجهود باش تؤديوا الواجب تاعكم، كلكم متطوعين. أنا ما كان حتى واحد فينا موظف أو أي شخص، كلنا متطوعين، لأننا نأمن بالجزائر، نأمن بهذا الرجل اللي هو حارس على استقرار البلاد، وحان الوقت على أن تكون أوقات تاريخية، أوقات تاريخية لما تتعمقوا في الرسالة، في كل وثائق اللي سلمناها لكم تبدوها في المحفظة باش تسمح لكم كذلك تقوموا بالواجب تاعكم في وقت تاريخي صعب ولكن ما بين أيدينا. الجزائر اليوم وصلت إلى مستوى بعد ما قام باسترجاع الجزائر كدولة محترمة، بعد ما صان كل مقومات الدولة الجزائرية، الهوية الوطنية، أعطى للمرأة حقوقها، حقق السلم والمصالحة. لأن كنت أعطيت مثال أكثر من مرة باش الناس تفهم، في كل مرحلة تاريخية لها التجاوب. تذكروا في الحملة الانتخابية الأولى لما قام باجتماع في تيزي وزو وطلبوا له باش تمازيغ تكون لغة وطنية رسمية، كان الجواب تاعو بالرفض. الناس ما فهموش هذاك، لأن كان المجتمع الجزائري ماهوش متحضر للنقلة هذه آنذاك. بعد ما سرنا في إطار المصالحة الوطنية، ولما تكلم قليل اللي فهموه المصالحة مع التاريخ مع الذات، كان يعني على استرجاع هذه اللغة في
في المقاومة الوطنية. فلما المجتمع ككل، المجتمع المدني والسياسي والعسكري، كانوا جاهزين باش يتقبلوا هذا التطور، صبحت التمازيغ لغة وطنية. فما بعد الأمر زاد التطور، كان إجابة قوية من طرف الجزائريات والجزائريين، فانتقل في الدستور الأخير باش رسمها ورجعت لغة رسمية. وأكثر من هذا، في أواخر السنة مضات يناير أصبح يوم تعليم وطني كالأعياد الأخرى. شوف القفزة هذه. ولكن الناس لازم تفهم أن كل وقت بوقته وكل حاجة في بلاصتها كما يقول. على هذا اليوم إحنا في فترة تاريخية أخرى، بعد ما استرجعنا البنية التحتية وهيكل المجتمع الجزائري ونقصنا في الاضطرابات الاجتماعية بالعمل الجبار اللي كان به والصبر تاعه والرؤية تاعه والشخصية القوية تاعه، هذه اللي سمحت له حقا باش يوصل لهذا الهدف. اليوم أصبح من الضروري أن يستجاب لنداء الجزائريات والجزائريين في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لأن اليوم لا مفر من الإصلاحات. المجتمع تطور، الجزائر اليوم تقوات، تحبوا ونكرهوا تقوات، وما زالت مكانتها قوية في الساحة الجهوية في الساحة الدولية. لأن البعض يقول لك هاو كان مريض ما يقدرش يوصل، هاو سيدي يحيى راح يعطي كل أرقام في الشعب الوطني، وحنا رانا عطيناهالكم في الكوتين اللي سمعناهالكم خمس سنة أو ربع خمس سنوات تقريبا من 2014 إلى آخر 2018، في كل جوانب الاقتصادية والاجتماعية كل أرقام تلقاوها. الفترة هذه كانت أحسن والفترة اللي قبلها، ولو عرفنا تراجع قوي بالنسبة للمداخل، العملة الصعبة، الميزانية من ميزانية الوطن. كثيرين من القطاعات تشوف السكنات يومين بكره تتوزع، يومين تتوزع مازال نواصل. فأخواتي إخواني، اليوم كما أكدت لكم احنا في ظروف خاصة حتمية اللي لازم يقودها يقودها واحد كما يقول اللي قادر على شقاه، وحنا ونحن الشعب الجزائري كله معاه، لازم يكون معاه. لأن بلا إصلاحات سياسية واقتصادية ما نقدرش نواصل، لأن اليوم الشباب طالب منا كثير ومن حقه، لازم نكونوا في الاستجابة، لأن الجيل هذا الجديد جيل قرار، جيل مشى مع العولمة، مشى مع الرقمنة، ماهوش جيل من قبل، فيحتاج إلى تطور نوعي في كل ما يلي. ما نقدروش نقعدوا في المستوى اللي رانا فيه، ولكن هذا يتطلب إصلاحات، والإصلاحات هذه في الرسالة خلاها مفتوحة وعنده رأي، لكن خلاها مفتوحة لإثرائها من طرف كافة شرائح المجتمع الجزائري. والندوة كما قلتها مرارا وتكرارا ونزيد نأكدها، حسب نيته حسب كلامه ستكون ندوة ذو النفاق، ستكون مفتوحة لكل الأطراف، من اليمين من اليسار من الشرق إلى الغرب، من المجتمع المدني المجتمع السياسي وكذا، كل الأطراف ستشارك وتخرج إن شاء الله في توافق في اتجاه آخر
مش هكذا لما نمشي الإصلاحات تكون مقبولة من كل طرف الجزائري والجزائري، لأننا كان نبدأ نصلح ونأخذ قرارات باش نصلح. مفيش وفاق وطني الصعب نزيد نوضح الوقت في الميدان، ما بقالوش الوقت، راح إن شاء الله يجسد الحلم بتاعه، راح يجسد الحلم بتاعه كما قال الأمريكي يا سويتا، احنا قادرين نشوفها وقادرين نشوفها لأن قادر على التحمل المسؤولية هذه. وعلى هذا خليني نقول هذا الكلام، لأن لما نشوف جمع التوقيعات إلى يومنا هذا ما تقدروش تتصوروا العدد الكبير والإقبال من طرف الجزائريات والجزائريين من كل أنصاف أحزاب سياسية، بالأخص أحزاب الربع اللي هم الأكبر، رئيس الجمهورية، رئيس الجبهة التحرير، دارندي، تاج، صاحب العمارة بن يونس، الأنبياء، وزيادة على تقريبا أكثر من حيز 20 حزب ممكن ماشي تمثل أغلبية أو ماشي تمثل البرلمان، ولكن ماشي معنا معظم المنظمات الحمد لله مشات. نشكرهم جزيل الشكر باسم الجميع، نشكرهم جزيل الشكر لأن قواهم في العزيمة تاع المترشح وقوة في العزيمة تاعنا باش نمشيو أقوياء منتصرين وباحترام كامل لكل أطراف من أطراف الشعب الجزائري في اتجاه هذه العملية والنصر إن شاء الله. لأن نأكد لكم العدد الكبير من التوقيعات راح يفوق إلى حد الآن، أنا أكثر الشيء اللي حققناه في 2014 هذا يبين لكم لأن فيها قبول وقبول شامل على مستوى الوطن. ما رغمنا حتى واحد باش يمضي الاستمارات، ولكن كان فيه تجاوب كبير ملايين تشغل الدرق اليوم السلم محتاج مزقوم هو قانون الشيء اللي محتاج القانون واضح، ولكن أكثر من هذا ما نقدرش نقول للمواطنات والمواطنين أو المنتخبين على مستوى المجالس فيها بركة، نخليهم هذه تعطينا صورة تعطينا حقيقة على إن شاء الله المشاركة والنتيجة هذه. فمرة أخرى باسمكم جميعا نتوجه بالشكر والتقدير لكل هؤلاء الناس، ونغتنم هذه الفرصة باش نتوجه كذلك لأخواتي وإخواني من الأسرة الإعلامية، نتوجه لهم بالشكر والعرفان لأن يتبعوا معنا الأوضاع، هم مشكورين إن شاء الله يواصلوا معنا المستقبل، ونحن ماشيين بنية وإخلاص لا أكثر ولا أقل لتحقيق حلم الشهداء، حلم المجاهدين، وحلمنا ككل، والشيء اللي طالبينه منا الجيل الحالي، لأن طالما نستجاب معهم سنكون جنود الشباب، وسنكون شرف المستقبل جنود الشباب، لأن هم القوة الحية، ونخدم بهم إن شاء الله. أنا تكلمت ميران وانتخاب خدمنا كثير، ورئيس بوتفليقة كل برامج تاعو وجه جهود كبيرة بالنسبة للشباب في التكوين، في التعليم، في العمل،
ممكن قصرنا نسبيا في اخذ بعين الاعتبار حاجيات التحمل الاجتماعيه وكذا وكذا، ان شاء الله سنتجاوب معهم وسنكون في المستوى، وهذه تالي كذلك في داخله في اطار تطور المجتمع. لابد المجتمع ان يقبل نظرة جديدة للتكفل بحاجيات الشباب، وسنة إن شاء الله نكون في المعرض.